أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة والحلقة الثانية من الحديث عن سنة 1984. أسلط الضوء على تجربة إنسانية عميقة ومؤثرة وموغلة في الألم، إنها تجربة أمهات المعتقلين، وهي رحلة شهادات مبكية ومفجعة تحكيها أمهات المعتقلين في حزنهن الشديد وفي معاناتهن الطويلة جراء ما تعرضن له لأنواع شتى من المضايقات من طرف رجال الأمن، وهو عنف مسلط عليهن لإجبار المعتقلين على تسليم أنفسهم بعد عمليات الضغط المتكررة والضغط النفسي على العائلات. أم البتول واحدة من أمهات المعتقلات الأكثر شهرة، والدة مصطفى بالهواري، كذلك السعدية بن رزوق، والدة مولاي بوبكر والطاهر دريدي، ثم أم هانئ، فاطمة، فتيخة الهلالي، فاطمة الجواهري، والعديدات العديدات، كلهن عرفن الكوميساريات والسجون والمحاكم، وتنقلن بين جامعات مغربية مختلفة لاستحضار جزء حي من تاريخ المعتقلين، بين قوسين مجموعة مراكش 1984. فكم كانت حجم معاناتهن؟ أم البتول والدة مصطفى بالهواري في حضورها الدائم بين أقسام الشرطة والسجن والمحاكم والمستشفيات عن رحلتها رفقة 44 عائلة بين مراكش والرباط وأسفي والصويرة، حيث حكم ابنها بخمس سنوات سجنا بأسفي وقضى 55 يوما في الإضراب عن الطعام. كيف كانت هذه التجربة الأليمة؟ وكيف أصبح بيتها محجا للمناضلين ولأزيد من 4000 حضروا جنازة مصطفى بالهواري في يوم تاريخي؟ قال أحد رجال الأمن وهو يخاطبها بنوع من القسوة: الأم التي تلد هذا الشاب وجب ببقر بطنها، ثم حملوها في سيارة الأمن ما بين الساعة 11 إلى 3 زوالا رفقة زوجها في طواف ماراثوني حتى يرغم مصطفى بالهواري على تسليم نفسه. أم البتول كما يناديها الجميع، اسمها الحقيقي البتول تروات، امرأة عانت من تجربة الاعتقال رغم أنها لم تعتقل، ودخلت باب الاعتقال من أبوابه الكبيرة بعفويتها وسذاجتها، وكم كانت تردد مع الطلبة الشعارات التي حفظتها بعد حضورها المتكرر والدائم أمام الطلبة في الجامعات المغربية. أم البتول جزء من تاريخ الاعتقال ومن تاريخ المغرب المعاصر، من معاناة الأسر في الكشف عن الحقيقة، وظلت مصرة على كشف الحقيقة لأكثر من 20 سنة في نضال مستمر. شخصية ثانية نالت حظا كبيرا من الشهرة النضالية، ويتعلق الأمر بأمي السعدية أو السعدية بن زروق، والدة مولاي بوكر الدريدي والطاهر الدريدي، أو كما يسميها الجميع أم المعتقلين وأم الشهداء. بعد اعتقال أبنائها والحكم عليهما بخمس سنوات لكل واحد منهما، وقرار خوض تجربة الإضراب عن الطعام لمولاي بوكر الدريدي والذي مات من خلالها بعد 55 يوما 1984، مخلفا وراءه حزنا كبيرا في النفوس، خاضت السعدية بن زروق تجربة كبيرة في التعريف بقضيته، وهي سيدة عادية تتسم شخصيتها بالعفوية والتلقائية، أصبحت مرجعا لعائلات الشهداء في الصبر والتجلد وتحدي المخزن. أم السعدية
ووقفت في الكثير من المواقف النضالية والمحطات النضالية، وتنقلت بين المدن المغربية وجامعاتها. لقت محبة منقطعة النظير وتعاطفا كبيرا في الأوساط الحقوقية والطلابية، تتكلم بعفوية عن اعتقال أبنائها وسعيها الدائم للكشف عن الحقيقة. بعد 6 سنوات من الألم من البحث والتنقل، توفيت أم السعدية يوم 17 مارس 1990، بعد 6 سنوات من الحزن والكمد على فلذات أكبادها. في تجربة أم السعدية أو أم الشهداء وأم المعتقلين، صورة واضحة وكبرى عن حجم الألم وعن حجم المعاناة، وكيف واجهت رجال الأمن والمخزن أمام الكوميساريات وفي ردهات المحاكم والمستشفيات والسجون بمراكش والصويرة والرباط دعما لقضية أبنائها. عانت أم السعدية كما عانت 44 عائلة من جحيم سنوات الرصاص. وهناك أمهات غير معروفات ولم يسلط الإعلام الضوء على تجربتهن، وظلت تجربتهن في الرفوف. أفتح قوسا لأذكر بشخصية مرقية والدة عبد الحق شبادة، التي عرفت كثيرا بقضايا المعتقلين، وانتقلت في أرجاء المغرب حاملة لواء المعتقلين السياسيين لأزيد من 20 عاما. تحية لأمهاتنا، تحية لأمهاتنا. نأتي على نهاية هذه الحلقة. كل المنى والشكر لتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.